أهلاً بكم من جديد، ونرحب بضيوفنا من صنعاء فهمي اليوسفي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، من جدة خالد بطرفي أستاذ مساعد في جامعة الفيصل، من واشنطن عباس المساوى محلل سياسي يمني، وعبر الهاتف من صنعاء محمد أنعم رئيس تحرير صحيفة الميثاق، من القاهرة عبد الله إسماعيل الكاتب والباحث السياسي اليمني، ومن دبي عبد الخالق عبد الله أستاذ علوم سياسية في جامعة الإمارات. عباس المساوى، الطرفان أي المؤتمر الشعبي العام والحوثيون يتبادلان الاتهامات حول انتشار البطالة وتزايد الجوع في اليمن، ووصل الأمر إلى حد وصف المؤتمر الشعبي الحوثيين لرئيس المؤتمر الشعبي العام بالغدر والمتربص شرا، ووصف الرئيس علي عبد الله صالح أو المؤتمر الشعبي العام الحوثيين بأنهم ميليشيات. إلى أين يمكن أن يصل هذا الخلاف وهذا التبادل للاتهامات؟ شكرا لك، ذكرت لك ذلك ضمنا في الإجابة على سؤالك الأول، لكن دعني أعرج قليلا على ما تحدث عنه الإخوة، ولكن يعني ولكن ذكر في وكما ذكر ضيفنا من الإمارات توقع أن يصل هذا الخلاف إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين، ولم يستبعد أن يتم ذلك قريبا. هل توافقه هذا الرأي؟ أنا أقول أنه الذي جمع بينهما هو الحرب، مواجهة الحرب، مواجهة العدوان السعودي الخليجي العربي على اليمن. الذي جمعهما هو هذا الأمر، و كان من قبل في حروب ستة، وبعد ذلك لا نستطيع أن نلقي اللوم تماما على عبد الله صالح، كون الرئيس الذي يسمى شرعيا بين هلالين كان عبد رب منصور هادي، وبيدي 500,000 جندي لم يأمر أحدا منهم بمواجهة الحوثيين حين اقتحموا صنعاء. الحشود هي حشود علي عبد الله صالح بالتأكيد، والرجل له جماهيرية بالتأكيد، وقادر على الحشد بالتأكيد، وما زال موجود بالتأكيد، وأراد أن يقول للسعودية بعد 3.5 سنين من الحرب، بعد القصف، بعد شراء الذمم، بعد الأموال الهائلة التي دفعت للدول وللداخل والخارج، بعد كل هذا ما زال عبد الله صالح موجودا وقادر على الحشد. نعم، ذكرت لك أن هناك خلاف كبير بينهما، وذكرت لك أنا كإنسان يمني استحيت أن يتوسط حسن نصر الله عند عبد الملك الحوثي من أجل أن يسمح المؤتمر بإقامة فعاليته، بينما هو حزب عريق والحوثية عبارة عن ميليشيا إرهابية داعشية لا تختلف كثيرا عن داعش. عندما تحدث الأخ اليوسفي من صنعاء ويقول أن عناصر الإخوان دخلوا وداعش دخلوا والقاعدة دخلوا، يا أخي والله نكتة، هذه نكتة سمجة جدا. كيف يمكن أن نقول أن الذين دخلوا في الحشد والذين تجمعوا أنصار لصالحهم داعش وهم القاعدة؟ عموما لا يجوز التقليل، إن كان يخدم الحوثيين بطريقة أو بأخرى يقول أن الحوثيين نعم هم دواعش، هم قتلة، هم مجرمون، نعم علي عبد الله صالح تحالف معهم بمواجهة العدوان. هذه الرسالة جاءت لتقول للسعودي أنه بعد كل هذا القصف، بعد كل هذا العناء، لم تستطيعوا أن تهزموا اليمنيين، لم ينكسر اليمنيون، لم ينهزم اليمنيون، لم يتراجع اليمنيون. السعودية هزمت اليوم بالتأكيد، لكن نعم تستطيع، هناك جمهور غاضب جدا من الحوثيين. أنا أتصور أيضا حتى أن علي عبد الله صالح عندما تحدث بكلمة مختصرة لم يوجه كل تلك الرسائل، العامل الأمني له دوره، أيضا الاتفاقات التي سبقت اللقاء لها دورها، ما أراد أن يقول له دوره، لكن المستغرب أنه يريد أن يرفد الجبهات بأعدادها. إلى أين هي الجبهات؟ لم يقول حدود، هو تحدث عن الجبهات في الداخل، تحدث عن تعز وتحدث عن مأرب. هذه ليست معركة اليمنيين، معركة اليمنيين يجب أن توجع على الحدود، الذي يهاجم اليمنيين ويقصفهم بالطائرات صباح مساء وقتل 20,000 منهم وجرح 40,000 منهم ودمر آلاف المدارس والمستشفيات والطرقات هي السعودية بآلتها الحربية الإرهابية. السعودية التي تدعم داعش وتدعم الإرهاب وتدعم القاعدة، وليس علي عبد الله صالح هو الذي يدعم داعش ويدعم الإرهاب. أنا لا أدافع عنه الآن، لكن لم أجد لا نريد أن توجه الحلقة في اتجاه واحد، وليس هناك من يتحدث ويقول الحقيقة. الحقيقة أنه موجود وقدر على وقادر على الحشد وجمع 2 مليون. الحلقة في اتجاه واحد، والدليل وجود 6 نعم ضيوف في هذه الحلقة. نعم، أقصد أنه استطاع أن يحشد 2 مليون ملايين الناس، استطاع أن يهتفوا كلهم لأهل اليمن، وجه الرسالة، استوعبها الحوثي أو لم يستوعبها هذا شأنه، لكن هي كانت رسالة للخارج أن علي عبد الله صالح موجود وأن اليمن موجود وهو مستعد للتفاوض، وأنه مستعد. نعم، هو يقول للسعودية نحن مستعدين للتفاوض، مستعدين للسلام، لكن السعودية التي ترفض السلام وترفض التفاوض. طيب، التعويل على الحكومة الشرعية، والله الحكومة الشرعية ليس لها،
ليس لها مثقال ذرة وليس له وجود عند قلوب اليمني وأفئدتهم. الذين ما زالوا يدافعون عن الشرعية هم موجودون في الرياض وموجودون في بعض البلدان الذين يتقاضون رواتب من المملكة العربية السعودية. الشرعية ليس لها وجود للأسف. طيب. قلت لك سابقا في هذا البرنامج إن السعودية عجزت أن تأتي بشخصية نظيفة محترمة إلى الرياض. أتت بلصوص كان يحكم مع علي عبد الله صالح. وبالتالي طيب. سيبقى الفشل حليف السعودية واتهامات خطيرة سيد مساوى. ننتقل إلى عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات. أستاذ عبد الخالق، محللون يقولون إن تحركات الرئيس صالح الأخيرة ربما جاءت بضوء أخضر إقليمي للقضاء على الحوثيين ضمن صفقة تتيح له العودة للحكم عبر نجله الذي يقيم حاليا في دولة الإمارات. دورية انتليجنس أونلاين فرنسية تحدثت عن ما وصفته أيضا بمخطط سعودي إماراتي يسعى للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وإعادة نجل الرئيس السابق إلى اليمن، وصحف أخرى تتحدث عن هذا الموضوع أيضا. أولا، لماذا تحتجز الإمارات نجل الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس السابق في الإمارات؟ هل هي ضالعة في مثل هذا المخطط لإعادة نجل الرئيس صالح إلى اليمن عبر توليه منصب معين وعبر صفقة معينة مع الرئيس السابق؟ يعني أحمد علي عبد الله صالح أتى إلى اليمن بإرادته الحرة، وهو موجود في أتى إلى الإمارات قصدي بإرادته الحرة، وموجود في الإمارات بإرادته الحرة، والإمارات اشترطت عليه شرطا كما تشترط على كل مقيم على أرضها أنه عدم ممارسة النشاط السياسي، وقد التزم بذلك بإرادته الحرة. فبالتالي يعني أن الإمارات لديها مخطط لاحتجازه أو لاعتقاله أو لشيء من هذا القبيل هذا غير صحيح، لأن كله ما 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 حدث أنه أتى بإرادته وبقى في بإرادته والتزم بشروط الضيافة والإقامة بإرادته الحرة، ولا دخل للإمارات في أي شيء من هذا القبيل. ولكن أحب أيضا سريعا إذا سمحت لي أنني أعقب على حديث الأستاذ محمد أنعم وضيوفك وبقية ضيوفك، يعني واضح أن الخلاف يمني يمني ولا دخل لنا نحن في هذا الموضوع، سوى أننا يعني لبينا طلب الشرعية الحكومة الشرعية وبقرار أممي 2216 أيضا. فالخلاف يمني يمني في الداخل، خلاف يمني يمني، وفي الداخل وفي الخارج خلاف يمني يمني، وهذا نأسف له لأن هذا هو بالضبط ما أوصل اليمن إلى الوضع البائس حاليا. خلاف يمني. طيب نعود يمني إلى الصفقة أستاذ عبد الخالق. يعني صفقة نعم تفضل. اسمح لي بس الله يخليك لو سمحت، لأن كلام الأخ محمد أنعم كان مهم جدا. يعني ما لا توجد هناك خزعبلات، نحن نرى المشهد اليمني عن كثب ربع عن بعد، وما نراه التالي أن الثقة انعدمت تماما بين علي عبد الله صالح وبين جماعة الحوثي، ربما هي الآن في أدنى مستوياتها وقريبا ستتلاشى قريبا. هذا رقم واحد. التحالف بينهما الذي دام على مدى سنتين ونصف وثلاثة ربما في, في, في انهيار مستمر يوما بعد يوم، وأتوقع أنه سينقلبان على بعضهم البعض. علي عبد الله صالح اليوم في أضعف حالاته، حتى ولو تجمهر حولها كل هؤلاء والذين يأتون بأموال علي عبد الله صالح وليس بالضرورة تأييدا له، وبالتالي يعني وجد نفسه علي عبد الله صالح بعد سنتين ونص في أضعف حالاته أمام شريك انتهازي، أمام ميليشيات يعني بغيضة لا ترغب لا تود أي 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 صلاح ولا تود أي شراكة حقيقية، وإنما تود أن تكون يعني بوقا من أبواق الهدم الإيراني في المنطقة العربية. علي عبد الله صالح اليوم يعني مسؤول، ومع الحوثيين مسؤول عن معاناة الشعب اليمني وما وصل إليه الوضع في اليمن، وليس العدوان الخارجي. لا يوجد هناك عدوان خارجي لأن هناك طلب من حكومة شرعية وبقرار أممي، ولم نأتي لأي هدف آخر سوى استقرار اليمن وازدهار اليمن، لأن استقرار اليمن يعود يهم هو جزء أصيل ورئيسي من استقرار السعودية ودول الخليج. عبد الله إسماعيل الكاتب والباحث السياسي اليمني من القاهرة عبر الهاتف أيضا، هل برأيك هناك اتصالات ما بين السعودية الإمارات والتحالف العربي مع الرئيس علي عبد الله صالح، وبالتالي ربما هناك
تمهيد لاستمالته إلى التحالف العربي من أجل القضاء على الحوثيين؟ وبالتالي هل تتوقع وقوع مواجهة بين الطرفين في ظل هذا الخلاف وفي ظل هذا التراشق الكلامي؟ يعني اولا لو سمحت لي يعني رساله لزميلنا العزيز محمد انعم كصحفي واستاذ، يعني لفته بسيطه ل 20 صحفي مخفيين قسريا في سجون الحوثي، 20 صحفي قتلوا، زميلنا واستاذنا الجبيحي بالاعدام حكم عليه بالاعدام من اجل كلمه. فاذا اراد ان يعود الصحفيون للمعارضه الحوثي وصالح من داخل صنعاء على الأقل لفتة لهؤلاء زملائه الذين يعانون كل يوم. هذه مهمة أرجو أن تصل إليها من القلب إلى القلب. الأمر الآخر كما ذكر ضيفك من الإمارات، أنا في تصوري أن علي عبد الله صالح ظهر اليوم بأضعف ما يمكن. الرجل بدأ متعنكرا في 3 أيام الماضية، لكنه حجم بشكل كامل من قبل الحوثيين، أرسلوا إليه رسائل واضحة، ذهب إلى لبنان لكي يأخذ الإذن بإقامة حفلة دون أسلحة، وتبعتها مظاهرة مسلحة مرت في كل شوارع العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين. تم أسر أو اختطاف مجموعة كبيرة من أنصار علي عبد الله صالح، وهم الآن بيد الحوثيين، ولم يحرك علي عبد الله صالح ساكنا، لم يستطع أن يهدد حتى بالورقة السياسية بسحب وزرائه أو مشاركته في حكومة الانقلاب في صنعاء. الرجل ليس قادرا على المواجهة الآن، ربما يبحث عن طرق أخرى ربما، لكنه قدم نفسه في هذه المظاهرة شأنه شأن أي تحشيد. لو كان التحشيد ينفع ما لمنع التحشيد سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين في 21 سبتمبر. الجميع قادر على التحشيد في اليمن. علي عبد الرب منصور هادي الرئيس الشرعي المعترف به دوليا أن نزل إلى شوارع صنعاء ملايين فيما يسمى بالاصطفاف الوطني، وبعدها مباشرة سقطت العاصمة صنعاء بتحالف ما بين خيانة ما بين علي عبد الله صالح وبين الحوثيين. كان الجميع ينتظر من علي عبد الله صالح أن يقدم فرصا أكبر، أن يقدم مجهودا أكبر لإقناع الداخل والخارج. كثير ممن ذهبوا طيب. إلى 70 هذه المرة كانوا يتأملون في موقف يعني يمكن أن يؤسس فعلا لمعارضة فلتكن حتى سلمية ضد الحوثيين وما عمله الحوثيون خلال سنتين. طيب. دعونا نستمع للحظات لمحمد أنعم رئيس تحرير صحيفة ميثاق من صنعاء، الرئيس السابق ولأركانه ولتابعيه، وهنا وزراء علي عبد الله صالح، وهنا الصحفيون حاولوا قتل الصحفيين التابعين لعلي عبد الله. أستاذ عبد الله الفكرة واضحة، دعنا ننتقل إلى محمد أنعم من صنعاء. نعم، ما ردك على ذلك؟ أولا أنا أحب أن أوضح حاجة مهمة جدا فيما يتعلق بدور دولة الإمارات أو دولة العدوان الإماراتية. منظمة هيومن رايتس قبل أشهر نشرت تقارير فظيعة عن المعتقلين اليمنيين الذين يجري تعذيبهم وشواء أجسادهم داخل تلك المعتقلات بما فيها معتقلات سرية، وحتى في إريتريا معتقلات لعشرات الشباب والمناضلين في المحافظات المحتلة. الأهم أنا لم أكن أتمنى في حياتي أن أموت إلا وأنا أقاتل من أجل تحرير الجزيرة الإماراتية يعني. لكن للأسف يعني جاءوا وأحتلوا أرضنا وسيظلون أعداء، ولن نموت إلا بعد أن نورث أولادنا بأخذ ثارنا أطفالنا وأمهاتنا ومدارسنا التي دمرتها الإمارات. ما عشنا إلى أن تقوم القيامة، هذه حقيقة. دم لم يذهب دمنا اليمنيين هدرا. الشيء الآخر بما يتعلق بالصحفيين، أنا أقول تم اسم اليمنيين صحفيين معتقلين صحيح، وأنا في صحيفة الميثاق كرئيس تحرير نشرت صورهم وطالبت بإطلاقهم طالما وهم نحن لا نخاف من صواريخ تحالف العدوان 17 دولة، لا نخاف من ضواربهم الحربية. لا، ليش أنا أعتقل الصحفيين؟ أنا بالعكس موقفنا ما زلنا إذا كان هناك صحفيين معتقلين يجب أن يقدموا إلى القضاء ويقول القضاء قوله. بعدين هذه الطريقة طيب. رأي عام أنا معها، لكن أنا أقول فيما يتعلق مسألة ضعيف ظهر ضعيف فيما اليوم في المهرجان، انا اقول ربما صدم الجميع ظهور علي عبد الله صالح بذلك بتلك الحشود التي لم تحضر حتى في عهد حكمه. صدم الجميع لانه لم يفجر حرب ويذبح اليمنيين بعضهم بعضا.
الرهانات حقهم. ولكن هل الخلاف مع الحوثيين سيؤدي إلى حرب أو مواجهة بين الطرفين؟ هذا ما سنناقشه بعد هذا الفاصل القصير، تابعونا.